كان فقيها وعالما وذكيا وجعبذا. وأنا زرته هذا الرجل قبل أن تتكلم يجيبك عما ستقول. عجيب عجيب جدا. المعي يقرأ في عقول الناس مخه. فقالوا يا فضيلة الشيخ حصل بيني وبين السادة العلماء خلاف في مسألة، وجاب له مسألة من خفايا علم الأصول، مسألة منسية لا أعرفها إلا الراسخون في العلم. فما هو القول السديد في هذا؟ فقال بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يتوقف إلا بعد ساعتين اثنتين بعد أن قرر المسألة بأصولها وفروعها وتفاريعها وردود العلماء فيها، وأحال على الكتب التي نقلتها بشكل كأنه يقرأ في كتاب. فكانت ردة الفعل أن وقف الملك شخصا.